السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم ان شاء الله سوف اقدم لكم كيفية تحضير الحليب المركز والمحلى في المنزل. لنبدأ على بركة الله. لدينا 120 ملل من الماء و 120 جرام من بودرة الحليب المجفف و 250 جرام من السكر. في الخلاط الكهربائي أضع السكر وبودرة الحليب و 120 مللتر من الماء، وأقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض. ثم أضع الخليط فوق نار هادئة مع التحريك المستمر لمدة 5 دقائق. هذا هو قوام الحليب المركز المحلى، يمكنكم الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة 3 أسابيع. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك على قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك من أجل أن تدعموني، وزيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.